أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فمن رحمة أرحم الراحمين أن جاءت الآيات لتقرر في مسألة الرضاع. فالقرآن قل الشيء إلا وذكره فيما يتعلق بهذه القضايا لقضايا الدعاوى على النبي صلى الله عليه وسلم. قال وأحل الله البيع وحرم الربا، لأنه هو الذي يملك هذا الحق. وفي سورة براءة فضح للمنافقين بخطاب عجيب. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا المجلس هو المجلس الثالث من مجالس تفسير سورة النحل، وقد وصلنا إلى قول الله عز وجل ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. يذكر الله سبحانه وتعالى أنه قد أقام الحجة على العباد، وأنه لم يترك هؤلاء العباد هملاً، بل أرسل إليهم الرسل وأنزل عليهم الكتب. قال ولقد بعثنا في كل أمة من أمم الأرض، بعيدة أو قريبة، قليلة أو كثيرة، رسولاً من عندنا محملاً برسالة من لدنا إلى هؤلاء العباد، مفادها أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، أي جاءت بهذه الرسالة الواضحة البينة السهلة التي ليس فيها شيء يشك على النفس وليس فيها شيء يخالف العقل. اعبدوا الله. من هو هذا الله؟ هو الذي خلقكم ورزقكم وأحياكم وأماتكم، وهو الذي بيده مقاليد كل شيء ووسع كل شيء علما. أن اعبدوا الله واجتنبوا، أي اجعلوه بعيداً وكونوا في جنب وهو في جنب، اجتنبوا الطاغوت. والطاغوت كل من عبد من دون الله عز وجل ورضي بهذه العبادة، فكل معبود سوى الله فهو طاغوت، لأنه قد تجاوز الحد في الطغيان. فالطاغوت صيغة من صيغ المبالغة في مجاوزة الحد في الطغيان، أي اجتنبوا كل من يعبد من دون الله، فلا تصرفوا شيئاً من العبادة لأحد سوى الله. إذن هذه خلاصة دعوة الرسل، وعلى هذا اجتمع الرسل من أول الخليقة وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، اجتمعوا على كلمة واحدة اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الأنبياء إنهم إخوة لعلات، يعني مثل الإخوة الذين تكون أمهاتهم شتى وأبوهم واحد، فملتهم واحدة وهي هذه الملة المختصرة اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وأما شرائعهم فمختلفة، فهذا صلاته مختلفة عن صلاة هذا، وزكاة هذا مختلفة عن زكاة هذا، وصيام هذا مختلف عن صيام هذا، لكن كل هؤلاء لا يتوجهون في الصيام ولا في الصلاة ولا في الزكاة ولا في الحج ولا بهذه الشرائع إلا إلى الله وحده. ويجانب الطاغوت أشد المجانبة ويباعدوه أعظم المباعدة. وهذا يدل يا إخواني على أن أتباع الرسل ليسوا عابدين لله وحده فقط، وإنما يعبدون الله وحده ويجتنبون كل سبيل يوصل إلى عبادة الطاغوت أو تعظيمه أو الاستسلام له أو الاعتراف بشيء ليس من خصائصه بل هو من خصائص الله عز وجل. ولاحظوا هذا يا إخواني، ليس في عمل البدن بل في اعتراف القلب. ولذلك لو أن إنساناً قال أنا ما أعبد الأصنام، لكن من أراد أن يعبدها من حقه ذلك، كل واحد حر يختار ما يشاء، نقول أنت ما اجتنبت الطاغوت،
وإن عبدت الله 100 عام ولم تسجد لصنم يوما ولا ساعة فإنك ما اجتنبت الطاغوت. اجتنابك للطاغوت يقتضي أن تنكر أن يكون لها شيء من العبادة أو حق في العبودية، أن تكون مجانبا لسبيلها ولطريقها، وأن تكون مجانبا لأهلها، كما قال الله عز وجل في حق إبراهيم: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء. لاحظوا كيف التعبير، قال بدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء إلى متى؟ أبدا، يعني إلى انقضاء الدهور، حتى تؤمنوا بالله وحده. هذا هو السبيل الذي يجمعنا. ولاحظوا كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء. قال الله عز وجل بعد أن بيّن أن الرسل قد بيّنوا وأوصلوا هذه الرسالة وأوضحوها، قال فمنهم، أي من هؤلاء الأقوام من هدى الله، ومنهم من حقت عليه الضلالة. لما جاء إلى الهداية بيّن أنها محض فضل من الله، قال هدى الله، لأنك لا تهتدي إلا بفضل الله، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ومنهم من حقت عليه الضلالة ولم يقل ومنهم من أضله الله. أولا تأدبا مع الله في ألا ينسب الإضلال إليه، وثانيا ليبين أنه ما من إنسان يضل إلا بسبب منه حقت عليه الضلالة لأنه سعى إليه، ولأنه فرط في الوصول إلى الهدى، ولأنه سلك المسالك الجائرة، وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر، فحقت عليه الضلالة جزاء وفاقا، يعني كأن الضلالة جزاء على تفريطه وعلى سلوكه غير السبيل التي أنزلها الله عز وجل وبينها لعباده. وسبيل الهدى بينة يا إخواني واضحة بأسباب متعددة، الأنبياء بينوها، الكتب بينتها، العقل دل عليها، الفطرة وهي الفطرة تدل عليه، فما لك حجة؟ يعني الشرك يا إخواني الفطرة تنبو عنه. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من مولود يولد إلا على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، ولم يقل يؤسلمانه أو يمسلمانه. لماذا؟ لأن الإسلام أصلي مركوز في الفطر، يعني لو ترك الإنسان على سجيته لم يدعه أحد إلى الشرك لكان موحدا بالفطرة. قال فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. الرسل بلغوا، من الناس من تفضل الله عليه بالهداية ومنهم من حقت عليه الضلالة بسبب كسبه وعمله. سيروا أيها الناس في الأرض. طيب لماذا قال فسيروا؟ لأنه قد يفهم من الآية أن الله يخيرنا بين الهدى والضلالة، وأنه من حقك أن تهتدي أو تضل. قال الله لا، إياك أن تفهم هذا الفهم. لماذا؟ لأني أعذب من ضل عن الهدى واختار سبيل الغواية. سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. ماذا فعلت بالأمم التي سبقت عندما كذبت؟ ما عندنا خيار، ليس في هذا الموضوع حرية كما يزعم من يزعم أو يدعو من يدعو، ما في حرية، هذا فرض لازم على العباد، ليس لهم فيه اختيار ولا حرية. قال الله عز وجل بعد أن بيّن أن الرسل قد بيّنوا وقاموا بمهمتهم، فهل على الرسل إلا البلاغ المبين، وأنهم أدوا الرسالة التي اجتمع عليها رسل الله، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قال الله لنبيه يا محمد لا تكلف نفسك شططا، فإنه لن يهتدي إلا من هداه الله، أنت عليك أن تبلغ. قال الله إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل،
وهذا يدلنا على أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لم يكتفي بمجرد الدعوة، بل كان عليه الصلاة والسلام حريصا أشد الحرص على هداية الناس وعلى إيصال الرسالة إليه وعلى دعوتهم إلى الله وعلى إنقاذهم من النار. إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل. عليك أن تبلغ وأن تكون حريصا دون أن تشق على نفسك، كما قال في سورة الكهف: لعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. قاتل نفسك أسفا وحزنا على هؤلاء القوم لأنهم لم يؤمنوا بهذا القرآن. لا تقتل نفسك يا محمد ولا تؤذيها من شدة الحزن والأسف. قال الله عز وجل مبينا نوعا آخر من باطل المشركين. النوع الأول تكذيبهم للكتاب، عندما قال الله عز وجل: وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين. النوع الثاني الحجة التي ذكروها، وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء، نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء. النوع الثالث من ضلالاتهم أنهم كانوا يحلفون الحلف البالغ المجهد، وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت، يقولون مقسمين قسما بليغا لا يبعث الله من يموت، كل من مات قامت يعني انتهى وصار في عداد الفانين البالين، وانتهى فلن يبعث ولن يحاسب ولن يجازى. قال الله في الرد عليهم: بلى سيبعث الله من يموت وعدا عليه حقا، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. بلى وعدا عليه حقا، أي إن قيامة القيامة وبعث الناس وعد حق على الله جل وعلا، ولكن أكثر الناس لا يعلمون أنه حق على الله أن يبعث العباد. طيب لماذا يبعثهم؟ اسمعوا ماذا قال: ليبين لهم الذي يختلفون فيه. هذا من أهم أسباب البعث. يا جماعة الدنيا فيها ظالم ومظلوم، وغني وفقير، وصادق وكاذب، ومؤمن وكافر، وبر وفاجر، ومنفق وبخيل، وغير ذلك من الاختلافات الموجودة بين البشر. هذه يموت الناس ولم يعرفوا من هو الذي مات وهو على حق، ومن هو الذي مات وهو على باطل. فالله يقول إن من أعظم أسباب البعث أن يبعث الله العباد ليبين لهم ما كانوا يختلفون فيه، ولذلك يقولون هذه من أسباب البعث ومن أدلة البعث المذكورة في القرآن، أن الله قد بيّن أنه يجب أن يبعث الخلق من أجل البيان ومعرفة الحقائق. هذا عنده دعوة ومات والناس يعظمونه وهو صاحب باطل، يأتي بمخاريق ويأتي بتلبيسات وأشياء كثيرة يلبس بها على الخلق، وفي النهاية مات والناس ما عرفوا حقيقته، أو هو صادق أو كاذب، دعي أو نبي. فالله سيبعث العباد يوما يبين لهم فيه كل ما كان مخفيا عليهم، لكل نبأ مستقر. قال الله عز وجل: ليبين لهم الذي يختلفون فيه، وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين في دعواهم التي كانوا يدعونها في الدنيا، عندما قالوا: لو شاء الله ما أشركنا ما عبدنا من دونه من شيء، نحن ولا آباؤنا، وعندما قالوا: إن هذا إلا أساطير الأولين، كانوا يقولون هذا وهم كاذبون، كما قال الله في سورة النمل: وجحدوا بها إيش؟ واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وقال موسى كما في سورة الإسراء، قال: لقد علمت، يقول لفرعون: لقد علمت
ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. أنت تعلم يا فرعون أني صادق، وأن هذا الذي بيدي مما أنزل الله علي حق، وإني لأظنك يا فرعون مثبورا، لأنك كذبت بشيء قد بان لك من الحق. قال الله عز وجل: إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. إذا أردنا الشيء نقول له كن فيكون، ليس بين كينونة الشيء وليس بين الله وبينك تكوين الأشياء إلا أن يقول للشيء كن فيكون. فإذا قال الله للعذاب كن كان، فاحذروا من سخط الله عندما كذبتم بآيات الله وجحدتم الحق الذي جاء على ألسنة الرسل عليهم الصلاة والسلام. ثم انتقلت الآيات إلى حال المؤمنين الصادقين الذين ثبتوا على إيمانهم، الذين آثروا هذا الدين على ما أصيبوا بسببه من اللأواء والشدة والعنت والمشقة. ماذا قال الله في حقهم؟ قال: والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا ماذا لهم يا رب؟ قال: لنبوئنهم في الدنيا حسنة، أي نسكنهم في الدنيا حسنة، نجعلهم في بحبوحة الحسنة جزاء وفاقا، لأنهم تركوا الدار والأهل والوطن الذي تربوا فيه. والنفوس يا إخواني مجبولة على حب الأوطان التي ترعرعت فيها، تركوا ذلك من أجل الله. طيب ماذا لهم يا الله؟ قال: لنبوئنهم في الدنيا، جزاؤهم سيكون معجلا عندي، أنه في الدنيا أبوئهم حسنة، أرضا حسنة، دارا حسنة، مكانة وسمعة حسنة. واعتبروا يا إخواني بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، خرجوا من مكة مضطهدين، فهاجروا الهجرة الأولى ثم الهجرة الثانية ثم هاجروا إلى المدينة، وبعد هذا العذاب والنكد واللأواء والمشقة والمكابدة حصل لهم أولا النصر ثم الغنى ثم الملك العظيم، فصاروا ملوكا يمشون على الأرض، وصار كل واحد في أي صقع من أصقاع الأرض مثل الملك، ما يستطيع أحد أن يرد عليه ولا يستطيع أحد أن يؤذيه أو يهينه. هذا من تبويء الله لهم في الدنيا حسن. قال: والذين هاجروا في الله، شوف هاجروا ليس لأجل نكاح ولا لطلب سمعة ولا محمدة، وإنما لله فرارا بأديانهم. قال: من بعد ما ظلموا، مما يدل على أن الإنسان إذا لم يظلم لم تكن الهجرة مشروعة في حقه، إنما تكون الهجرة مشروعة إذا ظلم. قال: ولا أجر الآخرة أكبر، أي ما سأعطيهم في الآخرة أكبر مما أعطيتهم في الدنيا لو كانوا يعلمون. هذه إما أن تكون عائدة على الكفار الذين ظلموا، يعني لو كانوا يعلمون ما آذوهم ولا فعلوا بهم هذا الفعل، أو لو كانوا يعلمون لآمنوا وقبلوا دعوة الله التي دعوا بها وأسلموا لله عز وجل. قال: الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون، أي هؤلاء المهاجرين، هؤلاء المهاجرون اتسموا بصفتين اثنتين، الأولى صبروا والثانية يتوكلون. ولاحظوا كيف فرق بينهما، قال: الذين صبروا، صبر فعل ماضي، صبروا لأنهم كانوا في ظلم فالآن شارفوا على انتهاء الظلم وبدأوا بالحسنة، فعبر عن الصبر بأنه قد مضى وولى. ولما جاء التوكل لا، لم يجعله شيئا ماضيا بل جعله شيئا باقيا مستمرا، وعلى ربهم يتوكلون في طلب الخير وفي طلب الإيمان
وفي الترقي وفي طلب المعالي وفي بذل الأسباب وفي تحصيل أسباب النصر على ربهم يتوكلون. وانظروا كيف قدم على ربهم على قوله يتوكلون، قدم الجار والمجرور على الفعل. وأصل الكلام في غير القرآن يتوكلون على ربهم، فلماذا قدم؟ قال العلماء إن تقديم ما حقه التأخير يدل على الحصر، فهم يتوكلون على الله وحده وليس على أحد سواه، والتوكل إنما يكون على الله، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. قال الله عز وجل وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليه، يعني إن أنكرتم أن الرسالة جاءت مع محمد صلى الله عليه وسلم فنحن لم نرسل قبل محمد إلا رجالا، ما أرسلنا ملائكة، لأنهم طلبوا في سورة الحجر. ماذا قال الله عز وجل؟ قال الله عز وجل في أول السورة قالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين. قال الله ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين. ثم قال ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. فالله يقول عز وجل إن الذين بعثوا قبل محمد هم رجال، فلماذا تستغربون أن يبعث محمد صلى الله عليه وسلم من بينكم؟ وقد استدل أهل العلم بهذه الآية وأمثالها على أن النبوة لا تكون إلا في الرجال، لأنها لا تكون إلا في الكمل من الخلق. قال إلا رجالا نوحي إليهم، يميزهم عن بقية الرجال أن الله يوحي إليه. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إليه، بشر مثلكم، أمرض كما تمرضون وأسقم كما تسقمون وأتعب كما تتعبون ويحصل لي ما يحصل من الأشياء الأخرى للبشر، لكن الله ميزني عنكم بالوحي وعصمني في جانب التبليغ فلا يحدث مني شيء يخل بهذا الجانب الذي كلفني الله به. قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، إن كنتم تشكون فيما أقول لكم اسألوا اليهود والنصارى، اسألوهم من هم الذين بعثوا قبلي، هل هم رجال أو ملائكة؟ قال بالبينات والزبر، يعني أرسلناهم بالبينات وبالكتب المكتوبة وبالحجج، فأنتم من حقكم أن تسألوا هؤلاء الأنبياء عن البينات التي أنزلها الله بأيديه، من حقكم أن تطلبوا منهم الحجج. فلو جاءكم إنسان يقول أنا نبي من حقك أن تقول أعطني بنياتك التي جعلها الله بيدك، أما أن تكذب لأنك لا ترغب في أن تؤمن أو تقول لماذا أنت رجل وأنا رجل، لماذا يوحى إليك ولا يوحى إلي، فهذا ليس من حقك. قال الله وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، هذا الذكر الذي أنزل إليك يا محمد مهمتك فيه أن تبلغه وأن تبينه. إذن المهمة العظمى لرسول الله صلى الله عليه وسلم هي تبليغ هذا الوحي وبيانه للناس. ولاحظوا يا إخواني تبليغه وبيانه، يبلغ ويبين. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، لا يأتيهم بشيء لم يوحي الله به إليه، لا يفتري على الله الكذب، مهمته بيان هذه. ونحن اليوم يا إخواني في هذا المجلس الآن نحن نقوم يعني بأعظم مهمة، وهي أننا نجلس لنتدارس هذا الكتاب ونتعرف على ما أوحاه الله إلى محمد صلى الله عليه وسلم، فنحن والله في المهمة العظمى. فليصبر كل واحد منا وليحتسب طول هذه المجالس عليه، فإنه في خير وهو في بحبوحة الجنة.
قال لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. هذا يدلنا على أن القرآن يحتاج إلى عملية التفكر، وأنها من أعظم العمليات التي يوصل بها إلى هدايات القرآن، وهي أن لا نقتصر في علاقتنا بالقرآن على تلاوة حروفه، وأن لا نقتصر في تلاوة القرآن على مجرد السماع له، بل يجب علينا أن نتفكر فيه، وأن نبحث في آياته، وأن نبعثره أو نثيره حتى نستخرج من مكنوناته العلوم والمعارف والإيمان والهداية والتقى، ونقبل فيه وعبره على الله عز وجل. ثم قال الله عز وجل مهددا: أولئك الذين يمكرون مكرا بالرسل وبأتباعهم ويصدون الناس عن دين الله، أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون؟ أفأمنوا، يعني هل أمنوا من أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم عذاب من حيث لا يشعرون؟ من هم الذين مكروا السيئات؟ قال العلماء: الذين مكروا السيئات، يعني مكروا المكرات السيئة الخبيثة من أجل الكيد بالرسل ومن أجل صد الناس عن دين الله عز وجل. أن يخسف الله بهم الأرض، ومن يأمن أن تخسف به الأرض؟ ما أحد يأمن ذلك. أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون، يأتيهم من طريقة لا يتوقعونها ولا يتصورونها. أو يأخذهم في تقلبهم، يأخذهم وهم في أسفارهم، وهم يذهبون يمنة ويسرة يضربون في الأرض، فما هم بمعجزين، ما يستطيعون الهرب ولا الاحتماء ولا الدفع لشيء من عذاب الله. أو يأخذهم على تخوف. إيش معنى على تخوف؟ قال العلماء: التخوف في هذه الآية بمعنى التنقص، يعني يأخذهم شيئا فشيئا وهم لا يشعرون، بالموت والأمراض والأعراض، إلى أن يفنوا ويبيدوا ويذهبوا بكليتهم. أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم. وقد مرت هاتين الصفتين في أول السورة، قال: وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم. وبينا أن الرأفة أخص من الرحمة، وهي إيصال النفع الخالص الذي لا ضرر فيه، بخلاف الرحمة فإنها أعم من الرأفة، فإنها تكون أحياناً بإيصال المنفعة التي يكون فيها ضرر ويكون فيها نقص ويكون فيها ألم، أما الرأفة فلا ألم فيها. ولذلك لما ذكر حد الزاني قال: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، ولا تأخذكم بهما إيش؟ رأفة. ما قال لا تأخذكم بهما رحمة، لأن جلدهما رحمة، جلد الزاني والزانية رحمة. فنهانا الله عن الرأفة لأن الرأفة تمنع من إيقاع الحد، أما الرحمة ما تمنع من إيقاع الحد، مثل ما قال الشاعر: فقسى ليزدجر ومن يك راحما فليقس أحيانا على من يرحم. من يكن راحما، أنت الآن مع طفلك تمنعه من بعض المأكولات أو تمنعه من النوم من أجل أن يذهب مثلا للمدرسة فيتعلم، ويذهب وهو يبكي ويتألم، لكن رحمة به، لكن ليس رأفة عليه. الرأفة ما تكون إلا نفع خالص. قال: فإن ربكم لرؤوف رحيم. قال: أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخلون. هذا مما احتج الله به على هؤلاء، وهو أن الله عز وجل قد جعل ما في هذا الكون عابدا له، ومن مظاهر هذه العبودية الظلال. هذا الظل الذي ترونه يتفيأ يمينا وشمالا عابد لله،
هذا الذي ترونه مظهر من مظاهر السجود وعبودية المخلوقات لله. قال: أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء، إلى ما خلق الله من شيء، أي شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله، يتفيأ يعني تميل ظلاله مرة عن اليمين ومرة عن الشمال. عن اليمين عندما تشرق الشمس تكون الظلال عن اليمين، والشمائل عندما تغرب الشمس. فإن قلت لما وحد اليمين وجمع الشمائل؟ لأنه عندما تطلع الشمس الظل يقلص ويتضاءل فيعود إلى ظل واحد، وعندما تذهب إلى جهة المغرب الظل ينتشر ويتشعب وينتهي إلى ظلام، وينتهي إلى ظلام. والظلام عبر عنه بالقرآن بالجمع: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. قالوا: فجمع الشمائل وأفرد اليمين، مثل ما يجمع السبل إذا كانت لغير طريق الله ويفرد السبيل إذا كانت لله، كما في قوله إيش؟ ذكروني بالآيات التي في هذا الباب: ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ولم يقل عن سبله. قال: سجدا لله يتفيأ ظلاله، أي يذهب يمنة ويسرى سجدا لله، هذا سجود المخلوقات لله عز وجل. وهم داخرون أي صاغرون، ولله لما أراد أن يعظم ويبين أنه خالص لله قال: ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة، كل الدواب وكل الكائنات وكل ما على الكون يسجد لله، فما الذي يمنعكم من السجود لله إذا كان كل المخلوقات يسجد لله ويتضاءل ويتصاغر لربه جل جلاله؟ ولاحظوا كيف قرن بين كل ما في السماوات وما في الأرض من دابة ولو كان حقيرا مع الملائكة، ليقول لك: أشرف المخلوقات الملائكة، وأحقر المخلوقات من الدواب كلها تسجد لله، ما الذي يمنعكم من أن تسجدوا أنتم لله؟ من أين جئتم بهذا الإباء والاستكبار والعناد وعدم الخضوع لله عز وجل؟ إذا كانت أحقر المخلوقات وأصغرها في نظركم وأعلاها وأشرفها وهي الملائكة كلها تسجد لله. وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية: اجتمعت الخليقة في أربع، في الإسلام والقنوت والسجود والتسبيح، سبح لله ما في السماوات وما في الأرض، وله أسلم من في السماوات والأرض، كل له قانتون، ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة، والملائكة وهم لا يستكبرون. وهذا فيه أعظم الرد وأبلغه على أولئك المكذبين الذين استكبروا على الله فلم يقبلوا دعوة الله ولم يستجيبوا لرسل الله ولم ينصاعوا للتوحيد الذي جاءت به الرسل. قال: يخافون ربهم من فوقهم، هذه صفة الملائكة، يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. يخافون ربهم من فوقهم، من يقولون تدل على المباشرة، يعني الذي هو فوقهم مباشرة هم يستشعرون هذا، فالله ليس بعيدا عنهم، يستشعرون أن الله قريب جدا منهم. وهذه فائدة من كما يقول العلماء، لأنه يمكن أن يكون الكلام يخافون ربهم فوقهم، لكن قال من فوقهم لابتداء الغاية، أنه من أول نقطة تكون فوق هؤلاء الملائكة، فهم من خوفهم من الله عز وجل دائما
ذليلون خاضعون مستجيبون لأمر الله يفعلون ما يؤمرون. فإن قلت ما الفرق بين الخوف والخشية؟ قلنا الخوف هو اضطراب يحصل للإنسان لتوقع شيء لا يعلمه، توقع شيء لا يعلمه، تسمع صوت قوي جدا فأنت خائف بس ما تدري ما هذا الصوت، هذا يسمى خوف. أما الخشية فهو خوف مقرون بعلم، ولذلك جعل الله خشية للعلماء، فقال إنما يخشى الله من عباده العلماء. فالعالم يخشى الله لعلمه بالله. فإن قلت ما الفرق بينهما وبين الوجل؟ قيل الوجل قشعريرة تصيب القلب، ولذلك ما نسبت في القرآن إلا إلى القلب، وقلوبهم وجلة، الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. قال الله عز وجل وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون. بعد ما بيّن دلائل التوحيد صرح لا تتخذوا إلهين اثنين، كان يكفي أن يقول لا تتخذوا إلهين، لكنه يؤكد ذلك لئلا يبقى للناس شائبة من حجة. ليس هناك إلا إله واحد، كما بينا قبل كيف أن الله عز وجل قال إلهكم إله واحد، فيؤكد قوله إله بقوله واحد ليدل على الوحدانية التامة في كل شيء. وقال في سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن قل هو الله أحد، أحد في ذاته، أحد في أفعاله، أحد في أسمائه وصفاته. قال الله جل وعلا وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد، ثم قال فإياي فارهبون. التفت، كان المظنون أن يقول إنما هو إله واحد فارهبوه أو فإياه فارهبوا ليكون السياق كله عن غائب، لا، إنما هو يتحدث الآن عن غائب، إله واحد فإياي. لماذا التفت؟ قالوا التفت لمزيد من الهيبة، أنت بين يدي الله وفي قبضته، إياي أنت بين يدي عبدي فارهب وخف وليكن قلبك وجلا من الله عز وجل، متهيبا منه، ممتلئا بالخوف والخشية منه جل جلاله. قال وله ما في السماوات والأرض، له كل شيء، فلماذا تعبد أحدا سواه؟ وله الدين واصبا، أي له الدين لازما وواجبا، ما يتدين إلا لله ولا يعبد إلا هو سبحانه. أفغير الله تتقون؟ أتتقون أحدا سوى الله وله ما في السماوات وما في الأرض وله الدين كله؟ ليس لأحد دين إلا له جل جلاله. ثم قال وما بكم من نعمة فمن الله فكيف تشركون مع الله؟ كل النعم التي بأيديكم والتي عندكم والتي لمن قبلكم ولمن يأتي بعدكم من الله، فكيف تشركون مع الله؟ ما هي حجتكم في هذا الشرك إذا كان لله ملك السماوات والأرض، وإذا كان له الدين، وإذا كانت كل نعمة حلت بكم فهي من الله؟ فما هي حجتكم على هذا الشرك؟ أين عقولكم؟ انظروا كيف يعني تفاني العبارات القرآنية في إظهار دلائل التوحيد. قال ثم إذا مسكم الضر، هذا دليل آخر، عندما يصيبكم أدنى ضر، عبر عن وصول الضر بالمس الذي هو أول مراحل الإصابة، ماذا تفعلون؟ تجأرون إلى واحد وهو الله جل جلاله، وهذا معروف حتى عند الملاحدة الذين لا يؤمنون بالله. يقال إن برجنيف الشيوعي الملحد الأحمر لما اشتد به الألم صرخ وهو في غرفة
الإنعاش، يقول يا الله، ما يجد إلا هذه الكلمة يا إخوان. لما أفاق قالوا له ماذا قلت؟ ماذا حصل معك؟ أنت قلت كلمة كذا وكذا، وهم يقولون ماذا؟ لا إله والحياة مادة. قال هذه كلمة صدرت مني عفوا، يعني ما أملكها. قال ثم إذا مسكم الضر أدنى مس فإليه وحده تجأرون، ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون. ما حجتهم على هذا الشرك وقد كانوا لا يلجؤون إلا إلى الله؟ وتعرفون الآيات التي بيّن الله فيها عز وجل كيف أنهم إذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. قال الله عز وجل ليكفروا بما آتيناهم، ينجيهم الله عز وجل ويكشف عنهم الضر فيشركون ويكفروا بما آتيناهم. قال الله عز وجل فتمتعوا فسوف تعلمون، تمتعوا بما أنتم فيه الآن فسوف يأتيكم يوم تعلمون فيه حقيقة ما كنتم عليه من الشرك والتكذيب، وعندها لا ينفعكم لا توبة ولا ندم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني وإياكم بما سمعنا، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فعلى المسلم أن يجتنب هذه الكبائر ويتعاهدها، ولن يجتنبها ويتعاهد تجنبها إلا بأن يتعلم. متى ما رابيت فهو محرم وداخل في هذه الآية. تعلم علم اليقين أن الله تعالى له الكمال المطلق وبيده الخير كله وعنده خزائن السماوات والأرض، فحينها ليس لك سبيل إن كنت عبدا صادقا مؤمنا أن تتوجه لغير ربك.